الله أيها العلامة، يا مجدد العصر، يا قدوة الأجيال، يا عابر المراحل، بهذا الدين العظيم وبهذا المشروع المبارك. فلسطين اليوم تبكيك كما كل الأمة، ولكنك وأنت قد رفعت لآتها وثوابتها. وأقول إخواني إن شيخنا وإمامنا وقدوتنا الشيخ هي الطريق لتحريرها، وقضية فلسطين قضية أمة وليست قضية شعب. واليوم نحن أمام هذا الرحيل، نجدد لك يا شيخنا أن نسير على هذا الهدي، لا تفريط بشبر واحد من أرض فلسطين، وسنستمر في جهادنا ومقاومتنا، وستبقى فلسطين قضية أمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حينما يموت القمار، حينما يرحل الأنبياء ثم العلماء مع شدة الألم، لكن الرحيل يكون مقرونا بالنعم وبالنصر. حينما دنا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رحيل العلماء كما الأنبياء يكون مع إتمام النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نم قرير العين يا شيخنا يا أستاذنا، فبعد قرن من الجهاد ها أنت ترحل وقد أتم الله النعمة وأكرمنا بالنصر وأشرعة الإسلام في كل مكان، ومشروع الصهيوني ينحسر عن أرض فلسطين، والنصر هو لنا ولأمتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. صلاة الغائب على شيخ الأقصى وشيخ القضية وشهيد القدس وشهيد هذه الأمة. اليوم العلماء، علماء فلسطين كما الأمة، يقيمون العزاءات في كل أرض فلسطين وفي خارجها. اليوم المجلس التشريعي افتتح جلسته اليوم بالوقوف أمام هذه الطامة وأمام هذه السيرة العظيمة. رحمك الله يا شيخ، نم قرير العين، سنمضي على خطاك وسنصلي يوما في القدس الذي حلمت بالنصر لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسبوا يا شباب، لا حد يدافع، شباب حاسبوا على روح الشيخ. صلوا في المقبرة يا جماعة، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا ال
وين 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 وين